بسم الله، من أهم الحاجات اللي موجودة في البرمجة إن في عملية تكون مكررة، فأنا أبدأ ألاقي طريقة أكتبها مرة واحدة وهو يقعد يكررها زي أمر while. هنبدأ نشوف الموضوع ده مع بعض. أجي هنا أقول له سكريبت، بس سكريبت هدخل هنا. نفترض إن أنا عندي متغير بيساوي زيرو، تمام، وأعمل حاجة للأوتبوت. output وهفتح قوسين كده بالشكل دوت. دلوقتي هقول له while x اصغر من الخمسة، تمام، هيبدأ يكرر الموضوع ده لحد ما x تساوي الخمسة. طيب هيبدأ يعمل ايه؟ هقول له مثلا على سبيل المثال output dot append اكتب لي قيمة ال x بكام، واجي بعد كده اقول له ال x هتساوي x زائد واحد، اقول له run، واجي هنا ابدا ابص الاقي زد الاوتبوت بزيرو. لسه انا ما جيتش هنا قلت له خلي الاوتبوت هي المخرجات، تاجي هنا الاقي ان هم خمسه فعلا. عمل ايه؟ بدا يشوف الاكس اول مره بتساوي صفر، فبدا يكتب الاكس وبعد كده يزود عليها واحد، وبعد كده يرجع تاني للداير من اول، يروح يلاقي ان الاكس بقت بواحد، يروح كاتب الواحد وبعد كده ينزل تاني يجمع عليها واحد وهكذا لحد ما الاكس تساوي خمسة. طيب انا عايز اعمل حاجة تانية بقى، هقول له هنا ان انا في عندي متغير اسمه البوينت. البوينت ده بيساوي بوينت دوت دوت باي coordinates، يعني ايه؟ هيبدأ ياخد المتغيرات ويحطها. طب لو خلينا المتغيرات دي بصفر بوينت صفر بوينت صفر هيعمل ايه؟ هيبدأ يكتبها زي ما هي، يعني لو قلت له ارسم لي بوينت هرسم لي كلهم فوق بعض، ارسم الخمس دوائر فوق بعض. في هنا حرف ناقص، حرف ان، تمام، هو عمل ايه؟ رسمهم كلهم فوق بعض. طب انا مش عايز كده، انا عايز ياخد الاكس كل مره يحطها، باجي هنا ولازم هنا يبقى في مسافه عشان نعرف ان دي تبع الجمله اللي قبليها، وهقول له خلي ده اكس، خلي اول قيمه هي الاكس، هتلاقيه رسم لي بالشكل دوت. طيب لو قلت له دي خلي دي زيرو وخلي دي هي الاكس، الزد هي الاكس، ورن ابدا اعملهم بالشكل دوت. اول حاجه البوينت هيروح في اول دوره هيروح مخليها بزيرو، بعد كده يخليها الاكس بواحد، وخليها بعد كده باتنين، وهكذا لحد ما يبدا يرسم لي، تمام. يعني لو افترضنا ان انا قلت له دي خلي دي 22، هيروح يرسم لي 22 دايره مجرد ان انا غيرت الرقم دوت بالشكل دوت.